أولوياتنا في مستشفى السلام الدولي دايما هي سلامة وصحة العاملين والمرضى والزائرين. احنا بنفتخر ان احنا بنقدم افضل خدمة صحية. احنا كمان بنحب نوضح ان احنا بنستقبل بس الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا المستجد وليس الحالات المؤكده، وده تنفيذا لتعليمات وزاره الصحه باستقبال الحالات المشتبه في اصابتها في الفتره الحاليه. احنا كمان بنتبع اجراءات وقائيه دقيقه جدا، واهم خطوه فيها هي الفرز والفصل عند الدخول، وذلك لمنع الاختلاط مع الحالات المشتبه في اصابتها. في مستشفى السلام الدولي احنا اخذنا اجراءات احترازيه لحمايه المرضى اللي بيتوجهوا للمستشفى. المرضى اللي بيتوجهوا للعياده الخارجيه بيعانوا من اي اعراض ليها علاقه بالجهاز التنفسي، فصلنا العيادات اللي بتتعامل معاهم زي عيادات البطنة والصدرية والأنف والأذن في مبنى مستقل بعيداً عن المبنى الأساسي بتاع العيادات الخارجية. بالنسبة للعيانين اللي بيتوجهوا للمستشفى عن طريق الطوارئ، كل العيانين بيتشافوا درجة حرارتهم على باب الطوارئ وبيتم تطهير الإيدين، وبندخل بعد كده على غرفة تصنيف المرضى. العيانين اللي بيبقى عندهم أعراض تنفسية أسسنا وحدة طوارئ مستقلة مكونة من 5 سراير للطوارئ بتاعت الأمراض التنفسية بعيدا خالص عن الطوارئ العادية. أنا سعيد أن ألتقي معاكم تاني. جايز أنا كان أول لقاء بينا كان قبل ما مصر كلها أو يبقى فيه زيادة في الوعي عن كوفيد-19. كانت مستشفى السلام الدولي هي أول حد عمل كامبين على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا على إيه هو كوفيد-19. عرفناكم الأعراضنا، عرفناكم الخطر، جهاز الليرنينج كيرف بتاعنا بيعلى. احنا دلوقتي بدأنا نتعلم كتير، جهاز المرحلة اللي احنا فيها بدأت تتغير. احنا محتاجين تكاتف كل الجهات، سواء وزارة الصحة المصرية بمستشفياتها بقوتها رغم أدائها اللي احنا بنشهد له كله بكفاءة والقوة بالأداء الدولة المصرية القوية، لكن كان لازم كل جهات العمل في المجال الطبي تتعاون مع بعض في المرحلة الجاية. عشان كده بدأت تخش المستشفيات الخاصة، لكن أنا بعتبر أن مستشفى السلام الدولي بالمعادي كانت من أول المستشفيات اللي كانت رائدة في المستشفيات الخاصة ودخلت في مجال الكوفيد-19 في أن هي تخش في مرحلة مهمة جدا بالنسبة لنا، هي مرحلة الاشتباه. المرحلة دي كانت من أهم المراحل وأخطر المراحل، هي إزاي أعرف أنت مشتبه بيه، إزاي أأكد الاشتباه، ثم بعد كده تتولى الدولة رئيس أو تتولى المستشفى العلاج للحالات الإيجابية. احنا في مستشفى السلام الدولي بنقدم خدمة الزيارات المنزلية، ودي بتكون في كافة التخصصات وبالأخص في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد للمرضى اللي بيستوفوا شروط العزل المنزلي. في فريق طبي كامل بيروح للمريض في بيته، بيقيس العلامات الحيوية، لو في أي تحاليل مطلوبة بنعملها له، وبنجيب على أي أسئلة للمريض. احنا خصصنا وحدة للعزل بالدور التاسع، وده مخصصة للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد لحين ظهور نتيجة مساحتهم. الأطقم العاملة في داخل وحدة العزل مزودة بالكامل طبيا ووقائيا، بنأكد على حرص الجميع على اتباع الإجراءات الوقائية. المنطقة معزولة تماما وليها مصعد خاص بيها، كمان الأشعة المقطعية والأشعة العادية مخصصة فقط لوحدة العزل. مسارات الهواء داخل وحدة العزل مختلفة عن مسارات الهواء الخاصة بالمستشفى، كما يتم تنقية الهواء داخل وحدة العزل عن طريق فلاتر عالية الكفاءة مزودة بأشعة فوق بنفسجية لضمان نقاء الهواء. في كمان مناطق مخصصة لارتداء وخلع معدات الوقاية الشخصية. تم تزويد وحدة العزل بكابينة تطهير، وذلك حفاظا على العاملين. ازاي هم قدروا ان هم يعملوا باسوي مختلف تماما لأي مريض مشتبه فيه بكورونا، سواء حتى كان مريض العيادة الخارجية اللي جاي يكشف على أي شيء آخر أو أي على مرض آخر؟ إزاي عملوا بوابات حرارية بتكشف الحرارة لكل مريض وتقدر تسلكت أو تشوف أي حد مشتبه فيه ودرجة حرارته عالية؟ إزاي اتعمل عيادات خاصة للأمراض الصدرية بعيدة تماماً عن مبنى المستشفى؟ إزاي كل يعني الأمراض التي ممكن أن يشتبه فيها زي الأنف والأذن أو الأمراض البطنية بقوا في أماكن مختلفة بعيدة عن مرضى آخرين؟ دي كانت جزئية مهمة جداً نحب أشكرهم عليها. لكن الجزئية الأهم هي بقى المريض المشتبه بيه. جايز المستشفى هنا سخرت إمكانيتها كلها إنها تبقى مستشفيتين منفصلتين تماما عن بعض، فخط الاشتباه والمرضى المشتبه فيهم بيمروا في خط منفصل تماما عن مرضى المستشفى، حتى وصلوا مرحلة إن أجهزة الأشعة المقطعية والمعمل منفصلة تماما عن المستشفى. ده وفر حاجتين مهمين. الحاجة المهمة اللي هي تدعو للأمان لكل المرضى الغير مشتبه بيهم إن هم ييجوا ويتلقوا الخدمة الطبية اللي مطلوبة ليه بدون تعرض لأي مريض مشتبه فيه، والجزئية الأخرى أن المريض المشتبه فيه يجد خصوصيته ويجد أمانه ويعالج بما يدعو للخصوصية.
في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، فإننا في عمليات السلام الدولي نقوم بالفحص اليومي للمرضى المدرجين على قائمة العمليات للتأكد من خلوهم من فيروس كوفيد-19. كذلك بيمتد الأمر للعاملين بغرف العمليات من أطباء ومساعدين وهيئة تمريضية للقيام بإجراءات احترازية يومية للتأكد من خلوهم من أي أعراض. كذلك بيمتد الأمر إلى توفير وسائل الحماية الفعالة لهم من خلال قناع الوجه ومن خلال ماسكات N95 تدرجا حسب طبيعة الحالة وحسب طبيعة التخصص.